ما يجري في بلدة بيتا هو اجتياح كبير، أكثر من 50 آلية عسكرية إسرائيلية تواصل اقتحام الحارة التحتة في بلدة بيتا وهي الأطراف الغربية من الشارع المحاذي لطريق حوارة على امتداد حاجزي زعترة وحوارة جنوب مدينة نابلس. مئات من جنود الاحتلال ينفذون في هذه اللحظات عملية مداهمة واسعة النطاق لعشرات المنازل، تحقيقات ميدانية، هنالك حالة اعتقال مؤكدة و13 إصابة، من بينها إصابة لمركبة إسعاف تتبع للهلال الأحمر الفلسطيني وضابط إسعاف، بالإضافة إلى نحو 9 إصابات بالاختناق. طبعا المواجهات عنيفة وشرسة للغاية، تمكن الشبان الفلسطينيون في بلدة بيتا التي لا تهدع بالمناسبة من استهداف عدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية بالزجاجات الحارقة. جيش الاحتلال يرد بإطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغازية بشكل عشوائي في بلدة بيتا. في هذه الأثناء وأنا أتحدث إليكم تصلنا تأكيدات حول تبادل لإطلاق نار واندلاع لاشتباكات مسلحة عنيفة في هذه اللحظات من الأطراف الجنوبية، من الأطراف عفوا الشمالية من بلدة بيتا، في محيط ما تقوم به الجرافة العسكرية الإسرائيلية في هذه اللحظات بإغلاق عدة طرق داخل البلدة. المدخل الرئيس بطبيعة الحال هنالك نقطة عسكرية وبوابة حديدية. أضاف جيش الاحتلال قبل نحو 30 دقيقة وضع مكعبات إسمنتية وأغلق المدخل ببوابة أخرى في المنطقة، هذا في إطار إغلاق كل الطرق الالتفافية باتجاه محور بلدة بيتا في إطار ملاحقة منفذي العملية التي تبنتها كتيبة الفجر وأسفرت أول أمس عن إصابة مستوطنان، بالإضافة إلى استمرار تجديد القبضة الأمنية الإسرائيلية على قرى جنوب نابلس عقربة أودلا وكذلك حوارة وعورتة وأوصرين في إطار ملاحقة منفذ عملية حوارة مطلع الشهر المنصرم، حيث قتل مستوطنان اثنان برصاص فلسطيني. تتهم أجهزة الأمن الإسرائيلية أحد الشبان من بلدة عقربة بتنفيذ هذه العملية، وبالتالي نحن يعني أمام ساعات حرجة وساخنة. القوات الكبيرة تؤشر بشكل واضح وكبير على أن هنالك نية مضية هذه الليلة لبلدة بيتا، سواء بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة وكذلك أيضا طبيعة المواجهات آخذة بالاشتداد على الرغم من القوات الكبيرة التي تشارك بعملية الاقتحام، ويعني وصلت إلى عمق البلدة في وسط بلدة بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس. وسوف نتابع معك ما ستحمله هذه الليلة من تطورات. مراسل الغد خالد بدير من طول كرم، شكرا لك.